اسمي تانيا، أعمل في شركة سيسكو. لست هنا لمعارضة أي شيء. كثيرا من الناس وخاصة المسلمين، الحقيقة المسلمين فقط، يقولون دائما بما أنك كاثوليكية فسوف تذهبين إلى جهنم، ونحن ندعوك إلى الإسلام كي تذهبين إلى الجنة. أنا أعتبر نفسي كاثوليكية متدينة وأحاول قدر المستطاع لا أرتكب المعاصي عن عمد، فهل يعني هذا أني لازلت ذاهبة للنار لأني كاثوليكية، وإذا أسلمت سأذهب إلى الجنة؟ الأخت سألت أن كثيرا من أصدقائها المسلمين يقولون بسبب أنك مسيحية ستذهبين لجهنم، وهل هو حقيقي أنها ستذهب لجهنم لهذا السبب؟ أختي، من رأيي لو كنت مسيحية تتبعين تعاليم المسيح فسوف تدخلين الجنة إن شاء الله، ولكن إذا كنت فعلا تتبعين التعاليم الحقيقية للمسيح عليه السلام، المسيح عليه السلام قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. ولكن الآن أنا لا أعلم ما تتبعين، الكنيسة أم المسيح عليه السلام؟ إذا كنت تتبعين الكنيسة ففرصة دخولك جهنم كبيرة جدا، أما إن اتبعت المسيح عليه السلام إن شاء الله تدخلين الجنة. الآن إذا قرأت الكتاب المقدس، بعض الأقوال خاصة بالمسيح عليه السلام، لا أعلم مدى معرفتك بالكتاب المقدس. كل تلك الأقوال مكتوبة بحروف حمراء. أختي، هل تؤمنين أن المسيح إله؟ في الحقيقة أنا عندي بعض التشويش في هذه النقطة، فلن نتحدث في ذلك. أنا أسأل، نعم أم لا؟ إله مشوش؟ لا، ليس مشوش، ولكني لا أريد الإجابة على شيء لا أعلمه. أنا لا أسألك عما تعلمين، إنما عما تؤمنين. نعم، أنا أؤمن بأنه إله. حسناً، أنا لا أسأل عما تعلمين لأنه قد يصعب إثباته. أختي، الإسلام هو الدين الوحيد غير المسيحي الذي يجعل كل معتنقيه يؤمنون بالمسيح عليه السلام. المسلم لا يكتمل إسلامه إن لم يؤمن بالمسيح عليه السلام. نحن نؤمن بولادته الإعجازية دون أب وأنه هو المسيح. نحن نؤمن بأنه يحيي الموتى بإذن الله. نحن نؤمن أنه يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. المسلم والمسيحي إلى الآن معا. ولكن قد يسأل أحدهم، أين وجه الاختلاف؟ وجه الاختلاف يا أختي أن أغلب النصارى، إن لم يكن كلهم، يؤمنون أن المسيح هو الإله العظيم، يؤمنون بأنه ادعى الألوهية. في الحقيقة إذا قرأت الكتاب المقدس فإنه لا توجد جملة واحدة صريحة ولا توجد واحدة بلا لبس في الكتاب المقدس بكامله يقول فيها المسيح عليه السلام بنفسه: أنا إله، أو اعبدوني. إذا استطعت أن تؤشر على جملة واحدة صريحة من أي مكان في الكتاب المقدس يقول فيها المسيح بنفسه: أنا إله، أو اعبدوني، أنا مستعد لأكون مسيحيا اليوم. في الحقيقة إن قرأت الكتاب المقدس، أنا سأتيك بالكلام. أنا لا أتكلم عن قبولك للأمر أو لا. سأتيك بالكلام، أعطيتك نصف الجواب وسأكمل. لقد حصلت على الإجابة. أعطيتك نصف الإجابة فقط. لقد أخبرتك لو كنت مسيحية حقا ستدخلين الجنة. أنت لا تعلمين المسيحية الصحيحة. أنا أعطيك معلومات عن المسيحية الحق. إذا قرأت إنجيل يوحنا الأصحاح 14 إلى 28، المسيح عليه السلام يقول: أبي أعظم مني. يوحنا أصحاح 10 إلى 29، أبي أعظم من الكل. متى أصحاح 12 إلى 28، أنا بروح الله أخرج الشياطين. لوقا أصحاح 11 إلى 20، بإصبع الله أخرج الشياطين. أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، كما أسمع أدين، ودينونتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الأب الذي أرسلني. أي شخص يقول أنه ليست مشيئتي بل هي مشيئة الإله فإنه مسلم. وبما أن المسيح عليه السلام أقر بمشيئة الإله فإذن هو مسلم، إنه لم يقل أبدا إنه إله. وبوضوح ذكر في يوحنا 14 إلى 24: والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للأب الذي أرسلني. وذكر أيضا في سفر أعمال الرسل: أيها الرجال الإسرائيليون، اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوة وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم،
كما أنتم أيضا تعلمون. إذن المسيح هو رجل تبرهن لكم من قبل الإله بقوة وعجائب وآيات صنعها الإله بيده في وسطكم كما تعلمون أنتم. فمن الكتاب المقدس نعرف أن المسيح واحد من أحب الرسل إلى الإله العظيم. نحن نحبه ونقدره. هل نتبع تعاليمه؟ إذا ما قارنت ما قاله المسيح في الكتاب المقدس، نحن المسلمين نتبع أغلب تعاليم المسيح عليه السلام. بناء على كتاب لوقا، طهر المسيح عليه السلام في اليوم الثامن، ونحن المسلمون مطهرون. وأغلب المسيحيين لا، المسيح عليه السلام قال: لا تظني أنني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. متى أصحاح 5-17. وكما ذكرت في حديثي أنها مذكورة في سفر التثنية أصحاح 14-8. إن لحم الخنزير محرم ونحن المسلمين لا نأكله، لكن أغلب المسيحيين يأكلوه. وذكر في الرسالة: لا تشرب الكحول، والمسلمون لا يشربوه، أما المسيحيون نعم. فلو كانت المسيحية تعني اتباع تعاليم المسيح عليه السلام، فسيكون المسلمون أكثر مسيحية من المسيحيين أنفسهم. فإذا أصبحت مسيحية حقيقية واتبعت المسيح عليه السلام، فالمسيح في كتاب يوحنا أصحاح 16-7 يقول: لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لا يأتيكم المعزي يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. المسيح عليه السلام تنبأ بقدوم خاتم المرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنت مسيحية حقا، إذا كنت بالفعل تؤمنين بعيسى عليه السلام، فيجب عليك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت مسيحية حقا ستؤمنين بمحمد، وإن شاء الله ستدخلين الجنة. أتمنى أن تكون إجابتي كافية.